وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم المعندة. المعندة كتبها للإذاعة فؤاد التلمودي، ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمرو. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. إيوا هكذا بغى الله، واللي جات من عند الله مرحبا بها. كون نجحتي في الدورة الأولى كون راك في طنجة عند خالتك، ولي كون شفنا ليك شي من الناس وجمعتي راسك. كضحك عليا أمي، أنا ما عندي حتى باش نشري موس ديال الحسنة، كتقولي نوض نتزوج. حتى حاجة ما بعيدة عند الله وليدي، دابا يرجع هاد الشي عندنا بحال الخريف، أرا غير ما يكون من عندك. بلاتي نشوف شكون. لا غير قلت أمي، دابا نشوف شكون. هذا غير باك رجلي هادي. السلام عليكم. صافي الجلابة فوق الكتاف وليدي الخاوين. إيوا لالا، كون بعنا شي حاجة أو دخلنا شي فران كون دخلنا ليك سبع جرين من ودنه. واخا تبيع وتشري ما تجيب والو، دائما شاكي بالعدل. لالا عاش منعرف قدره، أنا رجل ضعيف واللي بغى يقبل عليا يقبل. إيوا حنا قابلين وحمد الله وشاكرينو، الله يفرج علينا. دخلت عليك بالله يا هاد المرا، مالك طالعة عليا؟ وقت ما كندخل كتقبطيني وتسبنيني صابون الهيدورة. خلاص أمي الله يهديك، برك من هذاك الفراغ ما عندنا ما نعملو به. ما سولتيني على صحتك يا عاملة، ما سولتيني على بيعي وشرايا كيف عامل، ما مقابله غير شنو جبت اشنو دخلت بحال المحتسب. والله لو كان عندي مال فرعون حتى تصوتي ليا فيه قبل ما يرتد ليا طرفي. قولي أبا، كاين بعدا شي بيع وشرا؟ ها الصيف هذا زعما والسواح موجودين؟ موجودين اوليدي موجودين، وما موجودين غير هما بالحق لمواليهم صحابين الدقات الكبار، اما المزاليط بحالي ليهم الله. ايوا بالحق، منين باقي واقف على رجليا هذاك هو الفضل، منين ما قتلتني هاد الفقيس ما عمرني نموت. ويلي استغفر الله العظيم، ياك لاباس. لا ما كان حتى شي باس، الدنيا هانيه والريت الف والحمد لله. شنو عندك باكي ياك لاباس؟ ويلي قول لي شنو كاين، راه قتلتيني بالخلعه. يا جلسي نقول لك اش كاين، جلسي انت اللي ما بغيتي تحمدي الله على القليل. هانا شفتي البناية الجديدة اللي كتبان الفوق قبلت الحانوت عندي؟ داك البني العالي؟ ايه ايه هلالا، راه جابوها لالا شي آلات عمرني ما شت بحال داك العجب. ايوا مالها؟ مال هاد البني؟ مالها؟ بنا واحد مولاي البازار ما تخرجكش منه سكرات الموت. اش من زواق اش من نقاش هذا، استغفر الله العظيم، تقولي الإنس والجن كانوا خدامين فيه. ايوا نظموا شغلهم واحد تنظيم محكم، عملوا جهة النحاس وحدها، وجهة القفاطن والدرارع بوحدهم، وجهة البلاغي والجلد وحدهم. الحاصل نظموا لك البازار واحد التنظيم بحيث إلا دخل بنادم يحير وخلاص. إيوا هي دابا خسروا عليك وصافي. خسروا علينا؟ ألا لا، واش بغيتيهم ينصفونا؟ شكون اللي داها فيك يا الزميطة نهار العيد؟ والو شبعان ما فتش على جيعان. هي دابا حوانتكم، ما بقى فيهم لا بيع ولا شراء. انا ولا السيمبارك ولا الستهامي ولا حتى الحوانت اللي ورانا ما بقى سكرو غير الشوفان، واحد معلق الرابوز واحد معلق قربا، والو ربنا خلقتنا. ايه بالحق كنا كنضل النهار مجموع كان بني والحيوط. اش من حيوط ابا؟ حيوط الضامة، ما كان غير حياتنا نحياتكم رحم الله. ايوا حتى انتم بالله يهديكم مقبلين مع هذا الضامة. واه عرضوا صحتكم مزيان، حلقوا عليها مزيان، تبيعوا وتشريوا مزيان، داكشي غير رزق. عمل حانوت وراد في السوق وقول داكشي غير رزق. الله الله والله ما قفلت يا وليدي لا فورتي، النصارى ولا حتى المسلمين وفود، هادي وفود الغادي الى بازار الاماني والجاي من بازار الاماني. من يوم تفتحت يا وليدي هاد المصيبه الكحله ما بقينا عرفنا الفرنك كيف داير. والله يدير شي تاويل الخير والخلاص. بلادنا نشوف شكون. شكون ابراهيم؟ على الحال على سلامتك الحاج محمد والحاج غيتا، على سلامتكم. الحاج غيتا كيف دايره وكيف داير سيدي حميد؟ يسول عليك الخير يا لاله صفيه. لاله مهاني كيف عامله مع الشطاين؟
ايوا راها مع الشطاين، ما قرب لها حتى حد. ايوا سي قايد ابراهيم، مازال ما قبضتينا شي هاد الليسانس. ما جابش الله في الدوره الاولى عزيزي، ولكن في الدوره الثانيه ان شاء الله النجاح مضمون. ايوا ما تخافش، ما تخافش يا وليدي، اللي فيها الخير غادي نقولوا الله يجيبها. احيانا باك تحصلوا على هاد الشهادات يا وليدي حتى يخرج فيكم شي من خضر. هادي 20 يوم بالضبط ما خرج من الدار ولا اتبع البال. لا وماشي لهالدرجه، عاوتاني بزاف هاد الشهاده. سير شويه للسينما فوج على راسك، اولا عرفتي غادي يجيك مليح. كون راك من صباح لصباح كتمشي تلعب التنس مع ولدي حميد. التنس ولا قوة إلا بالله، ما عرفتها شنو كاين. عزيزي كيظهر عليك تعبان ياك لاباس؟ أودي غير سكتي اليوم، راه هذا الدعوة بيني وبين داك خينا. شكون داك الحداد اللي كاري لي الكراجات العمارة؟ أيه داك الخرز، قضية وصلت لدار 700,000 فرنك تقريبا. يا باش حكموا عليه؟ يا رموا له الحديد ديالو على برا. آه شتي، هو كان عامل تحدد العصرية، باع وشرى مع راسو وبغى يدمصني أنا في المحل. كيفاش بغى يدمصك في المحل؟ ما كيخلص كرا ولا؟ لا الكرا كيخلصوا، ولكن ايوا شحال قدر هذا الكرا هذا؟ واش انت سوقك شحال ولا ما تشحال؟ ويلي لالا صفية، خلي عليك الوالد، حتى هو تبارك الله عليه راه راجل القانون. عندك سيدي جوج ديال الكراجات، واحد صغير. ايه الحاصل المجموع شي 100,000 فرنك تقريبا. ايوا في هذه الحالة حتى السلطة ما غاديش تلزم عليه باش يفرغ المحل مادام كيأدي واجب الكرا. ابراهيم ابراهيم ديها في كواغتك، سيد الحاج كيعرف اش كيعمل. استغفر الله العظيم، ديناها في الهضره، لا صينيه ولا حتى حاجه حشومه. اجي 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 بلاتي، ما تحتاجش يا بنتي الله يرضي عليك، لا تعملي لا اتاي ولا قهوه، الوقت راه ضيق وحنا خارجين في حالتنا الان. ومالك على هاد الزربه عزيزي؟ ايوا سولي الحاجه، اما انا من جهتي راه ما كاين مشكل. لا لا غادي ندوزو عند الخياط، خفناه يسد على حقاش، عنده شي حوايج ديالي حاجتي بهم من دابا يومين. فكرتيني يا صفيه. اييه هاد الخياط هذا اللي غادي عنده راه كيبيع شي حوايج دن خوه من داك الشيء العالي. إيه؟ وراه كيسكن الخياطه على احسن ما يرام، واخا شويه الثمن عالي في داك الشيء لكن راه حجر فيها. خاصك دوزي لعندو تشوفي بعينك، او على الاقل كون دزتي معنا، دابا ما كاين ما احسن من هذه المناسبه. او لا واخا واخا نمشي معك. لا لا لا, لا ايوا مره اخرى مره اخرى ان شاء الله دوزي لعندو مره اخرى. لا من الافضل دوز معنا دابا كما قالت الحاجه. إيه؟ ما كاينش ما احسن من هذه المناسبه هذه. او لا صفيه واخا، وتسناوني حتى لبجلابيتي. حمان تخرج معنا؟ لا لا غير سيري وتخيري الثوب اللي عجبك بحال الا انا كاين وخلاص. حمان والله تقولي لي عطيني شي فرنك حتى تسمعي علاش ما قديتي. ردي بالك دائما كتخرجني مفقصه ومنكده. ايوا لا لا راه مشى علينا الحال. سي حمان ساعه سعيده. ساعه سعيده. واش هادي مازال ما جات؟ عباد الله عباد الله، واحد ما لقى ما ياكل وهي غاديه تشري له توف بزباله هاد الفلوس، واش نشرب حوايجي ولا نضرب راسي مع الحيط ولا اش نعمل؟ اش بارك عليك ابا الله يهديك من هاد القصه. مي هي هذيك راك كتعرفها. لا وليدي لا، هذا ماشي الحماق ماشي السخريه، هادي ماشي السخريه، ماشي قله العقل، هادو فعايل الحسيفه اللي مرادو يصيفطك للقبر حل عينيك. عباد الله عباد الله، هاد المرأة عرفاني 10 أيام هادي ما عرفت الفرنك كيف داير، ما كاين لا بيع ولا شراء، الكرش ما باقي صورنا لها والو. يا ربي تستر يا ربي تستر يا ربي تستر على اللي كيكذب على نفسه. يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص قل لي أنت إبراهيم، بعدا إمتى غادي تسافر باش تدوز الامتحان؟ من دابا 10 أيام. إيوا وشحال خصك بالسلامة هاد الفلوس؟ ما غادي يخصني والو ابا. كيفاش والو؟ ودابا انت مزيه مع راسك شويه وانا غادي نسلف مع عند الاصدقاء وندورو الحركه باش ما عطله. لا وليدي لا وليدي، خليني انا نتسلف اللي موالف بالدين، اصبحت ما نقدرش نعيش بلا بيه، باش ما كان ان شاء الله غادي ندبر لك على شي حاجه. اللي نطلب منك هو تخوي راسك من المشاكل وتفتح عينيك وقت الامتحان، وفتح عقلك اوليدي. شوف ملي تدخل لقاعة الامتحان قرا ثلاث هاد المرات تحصنتو ببسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. قول لي ابا، كيف جاك كلام الحاج قويله؟ الحاج حاجه وليدي راه خدام كيضحك عليا وعلى امك وعليك حتى انت. ايه حاجه وليدي راه خدام كيضحك عليا وعلى امك وعليك حتى انت. ايه قال لك تلعب التنس مع ولدو حميد،
حاش كيعرفني من صباعي حتى راسي، كيعرف مصارنا شنو فيهم. كيضحك علينا وليدي هذاك، اما امك غير حله فمها تابعاه في اللي قال ليها. عيت معاها عيت معاها يا لالا، شوفي جيبك عاد شوفي عزيزك. واش حنا بغينا نتعاندو مع واحد كيدخلوا عليه الكراوات بالقفه؟ الحاجه با ما كانش عنده هذا المدخول كله. يا قول الله يستر وليدي، قول الله يستر وخلاص، الله يجعل في قضائه اللطف. على من تاني كتكلم؟ على لا كتكلم على عزيزك الحاج محمد اللي غادي بيك تفصليتو ب 150 الف فرنك، وانت حتى الغدا ما مغدياه كيف عباد الله. ايوا حدك تما الله يرحم باك، الحاج بزاف عليك، ما عندك باش توصلو. على لا لا انا قلت لك نوصلو بيني وبينه قد ما بين السماء والارض. ايوا مالهم، ما عندك ما تقول فيهم، مبرعين مع روسهم، واكلين شاربين دائما مسافرين. على بحالنا حنا ثلاجه كيف الناس ما كنكسبوهاش في الدار. القهره كتعيط عباد الله. ايوا لالا، الشي من الشي نزاها، والشي من قل الشي سفاها. انت ما خصك حتى خير. الحمد لله والشكر لله، عايش في الحلال، ما كناكل ديال حد. هي دابا عزيزي كياكل ديال عباد الله. اشوفي اشوفي شكون لا تخرجي مني الكلى اللي ما يعجبك. اشكون السي حمان هنا تكلم؟ هذا الله اعلم السي مبارك اللي معاك في السوق. نسينا راسنا بالهضره، حتى جا الراجل كيدق علينا. الله يهديك الله يهديك، هذا السي مبارك. السي مبارك اجي 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 فين غادي؟ انا جاي غادي نسترزق اللي خلقني. اجي بعدا. اش بغيتي اش بغيتي؟ الراجل كيتسناني حشومه، خليني نطلع. يتسنى ولا يجلس؟ اجي نقول لك جوج كلمات والله يعرضك السلامه. انا لا لا الله يسمعني كلام الخير. هاني خصني العشاء للناس اللي غاديين يجيو عندنا. شنو شنو عاودي اش قلتي؟ قلت لك خصني العشاء للناس اللي جايين. اوي استغفر الله العظيم، شكون الناس اللي جايين؟ الحاج والحاجه وولدهم سيدي حميد وخطيبته. على بعدا طلقتي العرضه وحالتنا كيف رد الله هكا؟ ويلي استغفر الله العظيم، على الحاج والحاجه كنحسبوهم منا عاد غادي نعرضوا عليهم. ايوا لا لا، الى هذوك الناس ديالنا وقرب منا علاش غادي نتكلفوا عليهم؟ هما عارفين اللي كاين. هاك 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 هاد 1000 ريال وكمل من عندك وجيب لي اللي خصني. ها صندوق التوفير تحرك. ارا لا لا، حتى انا ما كرهتش نتبرع ونغلق. يلا قول لي شنو اشنو خصك بعدا؟ ايوا راك عارف خصني الدجاج واللحم والخضره والتوابع. اه حول ولا قوه، والله العظيم الا حشومه الراجل وقف باب الدار من قبيله. راه ليا شقف. ها شوف لا تجيب لي البقري، جيب لي الغلمي، ولا تحشمني له لا يحشمك. ايوا سيدي حميد ما دار والو في هادي ملي ما جا معكم هو وخطيبته اسيه. والله يا لالا صفيه لا غير شطايل الوقت، اما كان غادي يجي معنا. ايه عندك الحق، شطايل الوقت ما عمرهم كيساليو. لا عنده شي شغل مهم في الدار البيضاء مشى يقضيها الصباح. بالحق الا سلا غادي يجي ان شاء الله. ايوا الله يديه في الامان ويردو في الامان. امين. هاد البلا نتاع الحديد كيخي الله يجعل في قضاه اللطف. وشحال حميد عزيز عليه طريق الليل، ما كيعجبو يسافر غير بالليل العيد بالله، زياده على كونه كيجرب لقدر، وكان عيا فيه يزول منه هاد القاعده الله يهديه. يا ولاد هاد الوقت ما كيتسمعوش الله يهديهم، كيقولوا دابا هادو ناس كبار دازت ايامهم، هما عاشوا في وقت حنا كنعيشوا في وقت اخر. اما حنا ما قلنا هذيك النصيحه حتى قلناها عن جريبه. ودابا الا جيتي تقول له يعني هاد النصيحه هذه غادي يضحك عليك. يقول لك ابا انت شحال كتخاف، او انت اصبحتي خواف. الله يهديهم، راه وقتهم هذا، ايوا تفرقوا معاهم شويه. انتما ملي كنتوا قدهم يعلم الله اش كنتوا كتعملوا. والله لا لا، ملي كنا نقدهم ما كنا نقدروا نخرجوا على الحومه، ولا خرجنا نتلفوا. اودي انا واحد المره لقاني الوليد الله يجدد عليه الرحمات قدام الفران، تكون عاد تكلمت المغرب، وكانت في عمر ديالي تقريبا شي 15 عام. من تماك هو جايبني بالدق وبالطرش حتى وصلنا لباب الدار. قال لك سيدي خرج في نص الليل والمغرب عاد تكلمت داك الساعه. ايوا ما تشوفش يا وليدي 10 ايام ورجليا منفوخين بالدق وبالعصا. ايوا هذيك عزيزي راه وقت الحشمه والعرض. القايد ابراهيم. نعم عزيزي. لا تربشا علينا، راه حنا جينا نشوفوك انت اللي كتغيب علينا العام مجموع. والله عزيزي الا الامتحان ديال الدوره الثانيه الا بحال شي جبل. ايوا وليدي شنو بيدك ما تعمل؟
الغريب هو انني عملت مزيان في الدوره الاولى، الشيء اللي جعلني نطمع في النجاح قبل ما يتعلن على النتيجه. ايوا دابا ان شاء الله يكون نجح، خاصنا غير شي عراسيه. ايوا لا غير ينجح وديك الساعه هو سفينت راسو شغلو هذاك، الله يعاونو. لا الا كان غير على الزواج مازال الحال شويه. ايوا اللي فيها الخير الله يجيبها. سمحوا لي عندي ما نقضي. سير اوليدي سير الله يعاونك. قل لي يلا صفيه، نسيت ما سولتك واش دزتي عند الخياط مورانا على الثوب اللي قال لك عنده؟ اش من ثوب ثاني؟ الثوب اللي قلت لك عليه. انا نسيتي يا حماني، قلتي لي من دابا اسبوع توجد لي الفلوس. ايوا لا من دابا اسبوع ان شاء الله درنا وراو انت الاول. واش شفتي السي حمان بعدني هذا الثوب ولا لا؟ لا بد ما نشوفه، كنعرفكم تبارك الله شنو كتختاروا كنعرفكم. ايوا السيد هذا اللي كيبيعو انا راه كنعرفو، كيمشي للحج كل عام وكيدوز على البلدان اللي موجود فيها الحرير والملف، ما كيجيب معاه غير الحوايج النفيسه اللي من ارفع طراز، وما كيبيعها الا لدوك الشخصيات الكبار. راه كتاخذ من عنده الحاجه واسيه، حتى صفيه خاصها تاخذ من عنده شي حاجه. وان شاء الله الى حيانا الله ان شاء الله. شوف السي حمان، انا صفيه كنحسبها وحده منا، ما كاين فرق بينها وبين الحاجه، وكنعرفها بحال اللي كنعرف الولاد ديالي. راه ماشي بنت اختك الحاج الله ييه امها الله يرحمها لاله هنيه، هي الاخت ديالي وهي اللي ربطني. لما مات امي الله يرحمها خلتني صغير بزاف. فين هي ذاك الايام وفين دوك الناس؟ ربي يخليك لي يا عزيزي، علاش شكون اللي عندي من غيركم؟ صفيه عطينا شي صينيه واخا غنحطوها. مرحبا بكم في قناه محبي مسلسلات اذاعيه المغربيه. قل السي حبان انا كنعرفك انت في السوق دائما جالس، والصينيه ديالها سي قدامك وخدام على شغلاتك. ايوا سيدي راك عارف اللي كاين، ما كاين ما نقول لك. لا هو عندك ما تقول لي وعندي ما نقول لك، غير حل لي ودنيك واسمعني اش غادي نقول. اي والله سمعنا خير اسيدي. ها ودنيا غادي نبشرك بواحد الخبر. اما هو سيدي؟ شفتي البازار الجديد اللي تبنى في السوق قدامكم؟ اين بازار هذا؟ البازار ديال الاماني. اللي عندنا في السوق عاد طلع جديد. هذاك الله يعطيك الصحه هو من السوق. ايوا مالو راني شريك فيه انا والحاج العربي. شكون الحاج العربي؟ الحاج العربي اللي كان شريك الحاج التهامي. ايوا سيدي داك الشيء في الغاه، يالله يكمل بالخير. ونقول لك في الحقيقه انا ما قبلتش نشارك معاه على الاول، ولكن الحاج العربي قال لي والو تعمل معنا كيف ما كان الامر هذا البيعه والشريه. قلت له سيدي الله يسخر فيها خير. ايوا عزيزي مباركم سعود، عاود لي يا حمان قال لي داك الشيء كيفرح. قلت لك السي حمان خطرت لي واحد الفكره الا جات على خاطرك. كون تلقسي داك الحانوت عندك وجيتي تعمل معنا في البازار، على حقاش الحرفه ديالك هذيك، وغادي تعرف ما تعمل تبارك الله، كنعرفك انت. ايوا اش غادي نقول لك الحاج، والله العظيم الا تلف لي العرف ما باقير كنعرف ما ندير. عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ خليني حتى نتشاور مع راسي الله يخليك ورد عليك الخبر. انت دائما حاجه الخير كتهرب منها الله يستر. عرفتي تشاور مع راسك ورد عليا الخبر السي حمان. صبر الحاج صبر راني فكرت. حانوت يا سيدي ما غاديش ينطلقها، العمال ما غادي نعمل معاكم، ونقول لك الحاج الكلام المعقول. ويلي استغفر الله العظيم اش جاك؟ صافيه الهضره هضره الرجال ماشي سوق العيالات هذا. سمعت زيد الحاج؟ قلت لك داك السيد اللي مشارك معاك ما انت ولا مشاي معاه. انا ماشي من خبز وهو ماشي من زيتوني، لو كان شي ما فيه شركه كل محل بحال ما حنا، ملي الامر مشروك غير خليني في التقار مع داك السيد وخلاص. وما كاين باس السي حمان، عاود تشاور مع راسك. انا رانا بغيتك تعمل معنا وراه عندك الخير في هذا الشيء هذا. ايوا سيدي معاتي سير الله وخلاص، نتشاور مع راسي ورد عليك الخبر، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا ما قال والله يا سي حمان ما كرهت تكون كتعمل مع الحاج، اللي تعرف خير من اللي ما تعرف. ايوا لا الحاج نوضي نمشيو في حالتنا، راه حنا خلينا الدار وحديها. باقي الحال عزيزي مالكم على هذه الزربه؟ ايوا جهد اللي باقي نتبعه الشطاين هو هذا. خلينا مهاني بوحديها غادي تكون مهوله علينا ولا تغيبوش علينا. ان شاء الله الله يصرف الموانع ان شاء الله. يلا وعندك تسلم دوزي عند الخياط. واخا دخلت عليك بالله انت معامل في هاد النفخه، ازلت وتفرعي. عزيزي الحاج كيكبر بيك واختارك من دون الناس اللي في السوق باش تعمل معاهم، وانت بنفسك شكرتي لي في هاد البازار حتى عيتي، في الاخر كتقول حتى نتشاور مع راسي بحال الا بغيتي تخوي البلاد. ياك سيدي قلتي ما عندكم لا بيع ولا شراء في الحانوت، ايوا شنو كتسنى؟ كملتي ساليتي
فضيتي؟ ايوا انا لا شغلي هذاك، وانا كنعرف اللي يصلح بيا، ماشي انا صايت ليا البرد في القفيفه ولا طالع عليا الطبخه البريق حتى نخرج من حانوتي نرزي سلعتك باش نقعد معاك الارض حتى ترقي ليا الفليسات وانا ندخل مع واحد متعلم غدا ولا بعد غدا يركبني مع الدروج، اش غادي نعمل؟ ايوا جاوبيني جاوبي، مالكي ساكته؟ علاه مالو حتى غادي يركبك مع الدروج؟ والله انا لا هذاك الحاج ولا حتى شريك وحتى يعملوا لي حكايه تحت السماء على كل حجام. دائما انت الله يستر نيتك ناقصه. لا لا اللي بغات تخليني نخليها، حانوتي الا صورت فيها القليل راضي به ولا صورت فيها الكثير راضي به، حمد الله خير انا نخدم مع واحد اخر نولي انا وياه في شدين قطعك. انت ملي كيقدرك شي حد عاد كتزيد تنفخ. لا لا انا لا انا هاد عزيزك ولا هاد خالك ولا شنو كيجيك خارج عليا انا دابا، فبالاحرى الا سمحت كنعمل معاه. باش خارج عليك؟ على هز علي القفه عشان يوم انا لا بشحال طاح ها؟ ايوا انا لا فوق ال2000 ريال الغدا ديال الجمعه اللي فاتت بشحال طاح؟ ايوا انا لا هاد الشيء راه دائما شي قصح من شي كيف دقه زفل، مالي انا لا على هاد المصيبه مالي، زيدها ليا حتى بالطنز وبالمشخره بحال الا عندي مخزين ديال المال، كملها وجملها قلك خلي لي الحانوت ونوض تخدم معايا. ايوا عباد الله هذا ماشي استهزاء، هذا بنفسه ومازال كتقول لي فين خارج عليك؟ علاه وهذا الشيء ما شفتيه شاي او ما كتعرفيهش؟ غير اما كيضبعك ملي كيكون كيتكلم معاك، واما متفقه حتى انت وياه باش تخرجوا لي العقل وتصيفطوني للسبيطار. علاه مالك حتى يخرج لك العقل؟ يخرج لي عدوك اللي ما يبغيك. ايوا لا لا انا ادخلك غادي تخرج مني شي حلفه عليه، لا باقي دخل لداري ولا ندخل لدار. انا مسكين بغيت نعيش مسكين حتى يحن علي الله، ما يغرني حد ما يطمعني حد. خلاص حمان انت دغيا كتجذب وكتغلي على والو، الله يهديك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتنقصيني لا تخرجي مني الكلام اللي ما يليق، اش بغيتي بيا؟ انت اللي كتفقص راسك وكتمرض عظامك على والو. اللي جدب لا بندير ما تحتاج ليه بخور. وخلاص نوض نوض نوض، خلاص نوض ترتاح مع راسك الليل هذا. حول ولا قوة الا بالله. قولي لي برايا منعس ولا باقي؟ خليته باقي سهران. هاد الولد ديال مشى حتى ما نجح شايف هاد الدوره الثانيه. لا يديرها، ما احنا على هاد الفال. حول ولا قوة الا بالله. نوضي 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 صوبي لي فراشي. اجي قل لي بعدا مفراشي حاجة بحالاش؟ اش من حاجة تاني؟ شي ما تيسر من الدراهم وليدات الرضا. علاه شنو كاين تانيك؟ لاباس. كيفاش شنو كاين؟ ولدك غادي يسافر من دابا يومين او ثلاث ايام باش يدوز الامتحان، وخصو باش يقضي. الله يرضى عليه ويكون منه. قلت ليه شحال غادي يخصك السفر؟ قال لي الهبة لا ترفد لي هم. قلت ليه لا وليدي خليني نهز الدين، انا اللي موالف به. هو داك الشيء اللي عندي ما غادي يكفيش، وعلى محال نشوف ليه الحاجة على شي حاجة. انا لا واخا نبات بلا عشاء ونصبح بلا فطور ما نتسلف من عند الحاج فرنك هو الاخر. دخلت عليك بالله حمل مالك وقت ما جبت لك الحاج بحال الا جبت لك العافية. انا هذاك الراجل ما كيبغيه ليا قلبي، انا لا ما كنرضى به، انسان كيستهزئ على عباد الله فخور بنفسه، انا عملت انا عطيت الفلان. نسيت النهار اللي طاح لنا السقف تبعتك فريك مشيت تسلفت من عنده 10000 ريال، دار لي الفضيحه بالقراقش. اللي سولوا عليا كيقول له طاح عليه السقف مسكين تكرفس، لو كون ما انا اللي عتقته بشي بركه حتى وليت كندوز من السوق عباد الله، وعباد الله تابعاني بحال المجدان. اي هذه عندك فيها الحق، الا عمل شي حاجه كيمن بها. سبحان اللي كيعطي وما كيمن. لا لا على كل حال يصبح ويفتح، وقيل يفتح قبل ما يصبح. صباح الخير سي حمار. صباح الخير سي مبارك. يا سي فهد الغبول عنا. ايوا غير مع شطايا الوقت. ايوا سي مبارك، يا سي مبارك اللي في الدنيا ما فرحان. هاو الغلب ديال الضامه اللي دخل عليك حتى ما بقيناش كنشوفوك. ايوا سيدي ما كذبتيش، راني خدام كنلعب الضامه مع الزمان، راه خدام علينا غير بالنفخ. عليها غابر علينا. فين غابر اودي؟ غير البارح في الصباح كنت هنا. ايوا لا غبتي علينا غير ساعه سي حمان بحال غبتي على النعم. ايوا سيدي مصاب غير تكون بخير وعلى خير.
بالحق الله ينجيك مشي بنادم. ايه اله انك بنادم راك هاني بنادم يا بنادم. كلوا يا بسلة بلو اللي قال السبع. قال السبع كيفاش هاد الحكاية ديال السبع مع بنادم؟ عاود هالنا سحم الله يخليك. عاود تفرق معايا ما عندي خاطر دابا لا والله حتى تحكيها لي بلا ولا مفرق معاك ولا حول ولا خلاص يا سيدي على وجه الله غادي نعاود لك هادشي. حكي لي. قالك سيدي كان شي سبع في شي غابة جيعان مدة ما داق النعمة جا لجنب واحد الواد لقى شي راجل جالس وهو كينقز عليه زعما بغى يفترسو. قال له هذاك الراجل هالعار عمي السبع راني ما فيا ما تاكل وإلا كان لابد ما تاكلني خليني بعدا غير نفزك شوية في الواد باش نلطب وهنا موجود. قال له السبع واخا إلا بغيت ترطب مزيان. انزل الراجل الواد ابدا كيعوم حتى قطع الجهة أخرى من الواد بقى السبع كيشوف وما صور منه والو غير شوف. يا فداك الساعة قال ابن آدم يا ابن آدم كولوا يا بسلة ترطبوا. والله العظيم إلا مع الحق. إيوا تصنت لي حتى أنا تانا عندي شي حكايه على بنادم. اش داك الشيء تاني الله يسمعنا خير. ايوا لا كتعرف شي حرفه اخرى غير نوض عملها اما هادي راه صبحات نتا عماليها. مازال ما فهمتش شنو بغيتي تقول. ما فهمتش شنو بغيتي تقصد تتكلم. شفتي صحاب هاد المصيبه الكحله اللي بناو قدامنا؟ اي صحاب بازار الامانين الحاج محمد نسيب كل حاج العربي. ايوا هاد القضيه راه في راسي. اوف خبارك شنو عملوا؟ لا لا لا, لا. ايوا سيدي راه اتصلوا بمول الملك اللي كارينا الحوانت وشراو من عنده حانوتي حانوتك والحانوت اللي في القنت والحوانت اللي ورانا. قالوا له خلينا حنا ندبروا مع الناس اللي كارين غادي حنا هما دابا كيتكلموا. قال لك هما اللي غادي يعرفوا كيفاش غادي يخرجونا منهم. وباعوا لهم وتكاتبوا معاهم وفضاو. ايوا ايوا انا مازلك هادشي كله عملوه بشايا. بغاو يديروا لنا قبو منه ويخرجونا بيدينا على ريوسنا هكذا. ايه ايوا على الحاج محمد نسيب يعمل هادي هي الملحقة الدود. ايوا هادشي بحال الا سمعتيه بودنيك السي الفاضل العادل اللي كيسكن حدايا هو اللي كتب ليهم العقد ديال البيع وهو اللي قال لي هادشي يا سيدي. هكذاك عليها الحاج محمد تعشى عندي هاد الايامات واقترح عليا باش نعمل معاه ونطلق الحانوت. اييه راهو خدام داك الساعة كيمهد لك وكيحفر لك وانت ما عاد مدي خبر. اش نقول لك يا ربي تعمل شي تاويل الخير يا ربي. ها هو جاي الحجايا. شوف ما قلتي لي ما قلت لك. السلام عليكم. سي حمام بخير؟ بخير ولله الحمد. والحال بخير. كان شي بيع وشرا ولا لا هاد الساعة؟ ايوا سيدي البيع والشراء غير عندكم انتم اما حنا نعسات عندنا الوقت ولله الحمد. ايه ايوا قلت لك السي حمان خلي عليك هاد الشيء هذا راه ما فيه ربح ودخل تعمل معانا في البازار ما بغيتيش هاي. لا ودي بغيتو غير هاد الجوج د المترو فاش كنصوروا القماد الخبز. ايوا سيدي دابا نخليها لكم. ياك ما نويت عاوتاني شي نيه ناقصه السي حمان. عندك الحق عندك الحق انا اللي كان خارج الناس من حوانتهم. قل لي على قضية الحوانت اللي شرى السي العربي. انت اللي شريتي انت اللي شريتي وانت مول الفكرة. هاد النفاق باش كتعامل مع عباد الله راه ما غاديش يديك الا للدمار والخراب. اودي الله يهديك. احنا زعما مشاركين الطعام ومشاركين الدم وانت خدام كتحفر ليا فين تردم. الحانوت اللي بقات في راس مالي انت شريتيها بغيتي تخرجني منها. ايوا سيدي ربح غير انت الا ربحك الله. لا 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 السي حمان نقول لك بكل صراحه انت راك راجل مريض الله يشافيك. عندك الحق مريض من اللي داير الثقه في واحد الانسان تابع غير جميع الفلوس طمع الدنيا ما كيعمل بحساب الدم ولا الملحه ولا حتى طريق الحق. انا مريض لما كنحسب بحال هذا الانسان خويا وحبيبي كنقول متاعي متاعو متاعو متاعي. اشوف اسيدي انا ما شريت حوانت ما بعت حوانت. الحاج العربي هو صاحب هذه الفكره كخصكم تدبروا معاه وانا لاش متخني في القضيه. شكون انت وشكون الحاج العربي ها وكتعمل العباد الله قبو منه كيف السلهام وكتكركبوهم مع الطريق. ايوا سيدي ربحوا الى ربحكم الله حتى هاد الجوج فرانك اللي كنصوروا في هذا الربيع هاد الوقيد ضيقات عليكم. ايوا سيدي قطعوا علينا النفس حتى هي اما الخبز راكم قطعتوه.
هادشي بزاف الشيطان السحمان مالكم على هذا المناقشه كل ساعه اخرى. والله سيدي ما نسامح لهاد الناس من هنا وانا شاد في طواقم حتى لعند الله. سي حمان كنقول لك داوي راسك راك مريض. الله يهديكم علينا سلوى مريض مريض حيت كتلعب بيا كيف بغيتي. ايوا دابا الحمد لله اللي تبرق الشغل. ها بنت على حقيقتك من اليوم والله ما باقي تصدم في باب داري غير بيا ولا بك. ولا ولا الرزق بيد الله سي حمان ماشي بيديهم راه اللي دارها الله هي اللي كاينه ما كاينش في قصرك. كنشوف السمبارك النفاق والترهبين باز دائما جاي لعندي للدار واكني في رزقي اللي غداها وعشاها كيطيح عليا بدقه على النيف. كنصبر وكنقول اللي مشى في الحباب ما مشى في خلا وفي الاخير لعب ليا هاد اللعبه وقلب ليا سفايا على عليا. العدو ما يعمل هادي العدو. فين الدم اودي فين الملحه فين الليمان. حقاش غادي نقول لك انت حق معاهم عند الله لما يكون الله قاضي وملائكته شهود. يا ربي تاخذ لنا حقنا يا ربي. اللهم امين اللهم امين وبارك عليك راه مشى بحال الله يهديك وانت بوحدك تطبخ. برد شويه يا حمان ويلي قال كتفكس راسك بوالو. قول لي بعدا واحد ولدك السي ابراهيم جا من الصفر ولا باقي؟ باقي يا سيدي باقي راه اكثر من 10 ايام باش مشى يدوز الامتحان ما عرفنا اش نعمل. ايوا سيدي الله يسهل عليه الله يسهل عليه اللي فيها الخير دائما. ايوا انا بعد الله يهنيك هاد الساعه. اشوف هيا لا ترفد هم الله اللي غادي يتول كل شيء هو اللي غادي يصاوب الامور كلها. شكون؟ احلى صغير احلي جيتي اليوم عطل ياك لاباس. ابراهيم راه جا. فين هو؟ راه هو الفوق. ويلي مالك مالك تاني عقد عبسه ياك لاباس؟ فين هو ابراهيم؟ ابراهيم ابراهيم هبط 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 جا. على سلامتك يا وليدي على سلامتك على سلامتك يا وليدي على سلامتك. ايوا مدرا نجحت ربا نجحت نجحت بميزات حسن. الحمد لله الحمد لله ان الله مع الصابرين يا وليدي. قول لي حمان ياك لاباس شفتك ماشي على بروجك. خالك انا لا الحاج محمد ياك لاباس. مال خالي تاني؟ ايوا انا لا كملها وجملها قطع علينا هاد المره الرزق. ويلي كيفاش قطع عليك الرزق؟ ويلي استغفر الله العظيم. الحوانت اللي كارين في السوق شراهم من عند مولاهم وحنا غادي يخرجونا باش يعودوا يبنيوا في مكانهم شي مصيبة تاني. راني هاد الصباح عملت معاه سوق حتى فرقونا الناس راني حلفت عليه لا بقي عتب باب داري والرزق على الله. ويلي 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 استغفر الله العظيم على مصيبة دار. مرة أخرى قل لي خالك راجل مزيان خالك كيتق الله. شوف أبا شوف هادشي كله ما بقاش مهم مادام الدعاء عمدك وقف معايا وإلى الحمد. والله وليدي إلا كل صلاة كنت كنصليها إلا كان عندك فيها نصيب من الدعاء. مرحبا بكم في قناة المحبين المسلسلات إذاعية المغربية. بعد ما عطونا النتائج قدمت ملف للخدمة المدنية. شنو هي الخدمة المدنية وليدي؟ يعني كل طالب حصل على شهادة الإجازة كيخصو يعمل في إدارة عمومية مدة سنتين باش يكون عنده إلمام بالإدارة. ومن حسن حظي راني تعينت باش نعمل هنايا كمجند في إطار الخدمة المدنية. إذن هاد المشاكل أبا ما كيلاش ترفد ليها الهم. ارتاح مع راسك راك شقيتي بزاف خلال هاد السنين اللي فاتت ولهذا جا حتى أنا دوري باش نقوم بواجبي. إيوا سيدي اللهم كما رزقتني ذرية حسنة فرزقني ختاما حسنة. والله اللي كون كنت كنعرف زغرت حتى زغرت. إيوا إيوا لا لا صافي رانينا إلا كاينة شي غدا هادشي كله ما بقى عندنا ما نعملو به واللي بغى يربح العام طويل. كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى تمثيلية بعنوان المعندة. المعندة كتبها للإذاعة فؤاد التلمودي. ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري. إخراج الهاشمي بن عمرو.